الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب، فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت ركود الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب، والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب، والتبر الذي هو الذهب قال والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود الذي البخور هذا الذي يسمى نشتريه بأغلى الأثمان قال والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك عز كالذهب، لأن المرأة في مكانه مثل الماء الذي يأسن إذا بقي لا يتغير ولا يتجدد سيفسد مذاقه ولونه وطعمه.